تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البرية متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات، ما يفاقم من الأزمات الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة، حيث لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم سوى 13 شاحنة مساعدات إنسانية بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى من أمام بوابة معبر رفح البري، وربما سأبدأ في هذه الخدمة الإخبارية بالتطورات الميدانية، حيث القصف المدفعي الشديد منذ قليل في مناطق متفرقة داخل مدينة رفح الفلسطينية وبالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وكنا نسمع دوي هذه الانفجارات بشكل واضح وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف، وبالتوازي أيضا العمليات العسكرية وأيضا القصف المدفعي الموجود في المناطق الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم. وربما هذا أيضا يشير بالتوازي إلى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأنه قام بتدمير كل مرافق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأصبح غير مؤهل للعبور بالنسبة لحركة الأفراد. وأيضا على التوازي فيما يتعلق بالعمليات المستمرة في منفذ كرم أبو سالم القريبة من منفذ كرم أبو سالم، والتي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، بدليل أن المنفذ اليوم لم يستقبل سوى 13 شاحنة مساعدات غذائية وإمدادات طبية، بالإضافة إلى 12 شاحنة وقود. علمنا أنه تم تفريغ 4 شاحنات للغاز وعدد، وأيضا سيتم تفريغ باقي شاحنات الوقود من الحمولة البترولية الخاصة بها، لكن يظل العدد الذي يصل إلى قطاع غزة محدود للغاية، وهذا يفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية الكارثية والتي تحدثت عنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، بأن هناك أكثر من 1,000,000 فلسطيني مهددون بخطر الموت جوعا بحلول يوليو القادم بسبب شح المساعدات، وأيضا الخوف من انتشار بعض الأمراض، كما تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني من تخوفه من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة، وهذا يعود إلى توقف محطات المياه عن تحلية المياه ووجود مياه نظيفة بسبب نقص الوقود. فكل هذه الأزمات وكل هذه الكوارث يتحملها بالتأكيد الجانب الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر مصر لا زالت تواصل جهودها فيما يتعلق بتكثيف إنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.